بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. خلاص انتهى المشوار العالمي والمشوار الدولي، المشاركة في كأس العالم للأندية، وبدءا من اليوم يبدأ التركيز والتحضير والمتابعة لدوري أبطال إفريقيا. فريق النادي الأهلي صاحب الألقاب العديدة والكثيرة في المسابقات الإفريقية يستعد لاستئناف أولى مبارياته الإفريقية في الجولة الثانية مع الهلال السوداني في المباراة المقرر إقامتها بإذن الله يوم السبت المقبل على ملعب الهلال الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة بقيادة تحكيمية لطاقم تحكيم موريتاني. الفريق رجع من المغرب عنده راحة سلبية 48 ساعة، ويوم الأربعاء هيستأنف التدريبات، وفي أقل من 24 ساعة هيسافر إن شاء الله إلى السودان للتحضير لمواجهة الهلال. مجموعة صعبة، مباريات قوية، نقفل صفحة اللي فات ونركز في اللي جاي، لأن اللي جاي أكيد هيكون صعب جدا، خاصة الأمور مش فنية فقط، لا فنية وكمان مع التوقيتات والأمور المتعلقة بتلاحق المباريات خلال الفترة اللي جاية، 7 مباريات في 21 يوم. لذلك أبدأ حلقتنا النهاردة بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة عايز كل الناس اللي بتتفرج علينا وبتتابعنا من خلال شاشة قناة الأهلي على برنامج الترند توجه رسالة للعيبة والجهاز قبل بداية مشوار دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل. شاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائل حضراتكم، ورسائلكم دائما وأبدا بتكون مهمة جدا لأنها بتوصل لكل فرد في الجهاز الفني واللعيبة قبل المباريات والبطولات الهامة في الفترة اللي جاية. خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، العمري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في السودان، وكمان احتمالية إقامة النسخة القادمة لكأس العالم للأندية في المغرب، وأخيرا رقم جديد لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي. نستعرض مع بعض يمكن جدول مباريات اليوم. النهارده عندنا كواليتي كده ما بين المباريات المحليه والاوروبيه في الدوريات الاوروبيه الكبرى، لكن نبدا النهارده مباريات الدوري المصري. الساعه 7 سموحه يستضيف الزمالك على استاد برج العرب في الاسكندريه الساعه 7 من مساء اليوم. الدوري الانجليزي وقمه وديربي ما بين ليفربول وايفرتون النهارده الساعه 10 من مساء اليوم بتوقيت القاهره، مواجهه قويه جدا ومهمه وديربي معروف بالتاكيد في البريمير ليج. الدوري الاسباني والساعة 10 من مساء اليوم اسبانيول بيستضيف ريال سوسيداد. نروح للدوري الايطالي والكاليتشو الايطالي، الساعة 7:30 هيلاس فيرونا بيستضيف ساليرنتا الساعة 7:30 ان شاء الله من مساء اليوم. الساعة 10 الا ربع سامبيتوريا بيستضيف انتر ميلان. جولة كده من المباريات الاوروبية النهارده في الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي، وكمان مباراة في الدوري المصري ما بين سموحة والزمالك على يعني ترتيب المراكز في مقدمة الجدول وتحسين المراكز في فرق وسط الجدول. طيب دي جولة من مباريات اليوم وأبرز عناوين الحلقة. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأهم الأخبار والكواليس في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن المرحلة المقبلة. مرحلة صعبة جدا، لأن أنت رايح على مجموعة من المباريات الإفريقية والمحلية هتكون حاسمة في مشوارك هذا الموسم. أنت بتتكلم على ما يقرب من حوالي 5 مباريات إفريقية في الفترة ما بين 18 فبراير ل 17 مارس. يعني في أقل من شهر أنت هتلعب 5 مباريات إفريقية. تبدأ بالهلال 18/2، تلعب مع صن داونز في مصر هنا في القاهرة يوم 25/2، تلعب مع القطن الكاميروني يوم 4 مارس، تسافر تلعب في جنوب افريقيا يوم 11 مارس، بعد كده ترجع تلعب مع الهلال السوداني في القاهره يوم 17 او 18 مارس. فانت بتتكلم في شهر بالظبط، في 30 يوم عندك 5 مباريات افريقيه عشان تحسم البطاقه المؤهله للدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. تتبقى الجوله الاخيره، الجوله السادسه، وهدي هتتلعب يوم 1 ابريل، ولكن بيتكلم في خلال شهر عندك 5 مباريات ب 15 نقطة محتاج تعمل فيهم أعلى معدل نقاط عشان تتأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي. بيتخلل هذه المباريات الخمس، بنتكلم 3 مباريات محلية، فأنت بتتكلم 5 مباريات مع 3 مباريات محلية في ظرف
30 يوم، فدي مساحة مباريات كتيرة جدا في الفترة اللي جاية. عشان كده حتى الجهاز الفني وهو لسه في المغرب وبيحضر للفترة اللي جاية قرر انه لما يرجع من السودان هيروح على طول على أسوان يعمل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان في الدوري، ومواجهة هتبقى صعبة جدا. أسوان السنة دي هو الحصان الأسود للدوري الممتاز، عامل نتائج متميزة في وسط الجدول رغم قلة الموارد المالية للفريق وقلة الأوجه الصرف اللي اتصرفت على تكوين فريق أسوان، ولكن الفريق بأقل الإمكانيات المادية محقق أفضل نتائج فنية بعكس فرقة تانية صرفت ملايين على مدار الموسم أو حتى المواسم السابقة. كمان بيقود الفريق مدرب ذو قدرات خاصة عنده إمكانيات فنية لأعلى مستوى، الكابتن أيمن الرمادي، اشتغل في الدوري الإماراتي دوري الخليج العربي، فعنده قدرات كبيرة جدا لازم تتعامل معاه وتحضر بشكل كويس لمباراة الدوري. كمان في الفترة اللي كان فيها كأس عالم أندية الأهلي ما كانش بيلعب في الدوري فتأجلت له مباريات كتيرة، احنا قلنا وقتها حوالي 4 مباريات في الدوري اتأجلت، ولما ترجع تلعب منه مبارتين وتتأجل مبارتين تانيين. بس حتى هذه اللحظة الحمد لله الأهلي لسه في صدارة المسابقة، لسه بيحافظ على فارق النقاط مع الفرق المنافسة، ومهم جدا لما تلعب الدوري الفترة الجاية تقدر تحافظ على نفس المساحة وتباعد النقاط ما بينك وبين أقرب المنافسين اللي حاليا في المنافسة معاك، بيراميدز وفيوتشر اللي بيحاولوا قدر الإمكان يقربوا شوية من نتائج الأهلي في الدوري العام. فالمرحلة اللي جاية بالطريقة اللي شرحتها لحضراتكم أكيد الناس كلها استوعبت إن المرحلة الجاية مرحلة صعبة. أولا محتاجة تكاتف كل الجهود، ثانيا نقف في ظهر الفريق الفترة اللي جاية عشان مباريات مهمة ومباريات حاسمة، ثالثا وده الأهم الصورة اللي ممكن نصدرها دايما على السوشيال ميديا مهم جدا نقف في ظهر الفرقة. والحمد لله إن مارسيل كولر في الفترة الأخيرة بقى يقدم مستوى فني يليق بجد باسم النادي الأهلي. أنا على المستوى الفني ما شفتش الأداء الفني للأهلي في البطولة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة زي آخر سنتين ثلاثة، رغم الأهلي في آخر سنتين محقق بطولات كتيرة، لكن بقى عندي قناعة أن الأهلي حاليا بالفعل أفضل فريق في إفريقيا. بعض النقاط اللي ممكن يشتغل عليها كولر الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله مش هيقدر أي فريق سواء في أفريقيا أو في الدوري يقدر يقف قدام النادي الأهلي، وإن شاء الله نحقق نتائج إيجابية خلال الفترة اللي جاية. ولكن أنا مقتنع اقتناع كبير جدا وحتى جماهير النادي الأهلي مقتنع اقتناع كبير جدا إن الأهلي فرض شخصيته وأسلوبه في الأحداث الكبيرة وفي المباريات الكبيرة في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية نقدر ننجز نقاط مهمة في دوري أبطال إفريقيا وفي الدوري العام، وعندنا ثقة كبيرة جدا في مارسيل كولر والجهاز الفني وفي اللاعبين أيضا إن هم يقدموا إن شاء الله مباريات كبيرة. النقطة الوحيدة اللي ممكن تكون عامل سلبي، واعتقد كولر من فترة كان بيحضر لده وعارف ده ممكن يتعرض ليه الفترة الجاية، وهو ضغط المباريات الإجهاد، لا قدر الله ممكن يكون فيه إصابات بسبب توالي المباريات. لكن بصراحة الراجل من خلال متابعتنا ليه في الفترة الأخيرة وآخر شهر تحديدا لعب بنفس معدل المباريات اللي هيلعب بيها خلال الشهر اللي جاي، بنتكلم نفس المساحة 8-9 مباريات في شهر، وانت رايح لنفس المعدل الفترة الجاية ما بين 5 مباريات إفريقية و3-4 مباريات محلية أيضا في شهر، ففي نفس المعدل الراجل اشتغل على مسألة التدوير والروتيشن وتغيير طريقة اللعب، وانك بتلعب 3 نص ملعب 2 نص ملعب، رأس حربة أساسي وصريح، رأس حربة وهمي، بتغير الباك رايت محمد هاني خالد عبد الفتاح، مرة ديانج وحمدي فتحي، مرة مروان عطية والسلية، يعني في تركيبة الحمد لله بالصفقات اللي تمت خلال انتقالات يناير نقدر نقول ان الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون مستعد بشكل كويس جدا للمباريات الافريقيه. واحنا تابعنا يمكن خلال الجوله الاولى تابعنا كل مباريات دوري الابطال، بصراحه يعني الحمد لله الاهلي بيقدم مستويات فنيه اعلى كتير جدا من فرق لعبت في الجوله الاولى حتى في المجموعات الاخرى او في المواجهات اللي ممكن يكون فيها منافسات في مجموعات تانية. مش بتكلم بس على مجموعه الاهلي اللي فيها صن داونز والهلال، لا احنا بنتكلم كمان على مجموعات اخرى، شفنا ماتش الترجي والمريخ، شفنا مباراه شبيبه القبائل مع بطل انجولا، شفنا مباريات مهمه جدا، شفنا صن داونز والهلال. انت في مجموعه كمان فيها فرق، يعني صن داونز اللي انت هتواجهه السنه دي مش نفس الفريق اللي واجهته السنين اللي فاتت، في تعديل في التشكيل، في تغيير في اسماء لاعبين، في تصعيد لعدد كبير جدا من اللاعبين الشباب، في صفقات انضمت للفريق من امريكا الجنوبيه، الحرس القديم ما بقاش موجود بشكل اساسي الا 2 أو 3 لعيبه، حتى على مستوى حراسه المرمى دينيس انيونجا مش موجود، كينيدي مويني مش موجود، موجودين في القائمه ولكن اللي شارك في مباراه الهلال السوداني كان حارس صاعد،
نفس الامر الهلال السوداني، يمكن فلوران مبنجي الحاج المدير الفني من الكونغو الديمقراطيه اللي بيتولى تدريب الهلال عمل توليفه واشترى صفقات وجاب لعيبه من كل اتجاه في القاره الافريقيه، فتشكيله الهلال قدر الامكان فيها تعديل ما بين 4 إلى 5 لعيبه عن الهلال اللي واجهته السنه اللي فاتت. معظم تشكيله الهلال رايحه في سكه انك هتلاعب فريق استعان بعدد كبير جدا من اللاعبين الافارقه اللي شاركوا في كاس امم افريقيا للمحليين الاخيره اللي في الجزائر، ما بين مدافع سنغالي لاعب كونغولي فعنده توليفه، الحارس المرمى زي ما هو ابو 20 اللي كان موجود في منتخب السودان والحارس الاساسي في الهلال خلال السنوات الاخيره، فبالتالي المجموعات كلها فيها فرق محضره بشكل كويس، ولكن اجمالا لما تبص على المستوى الفني لا الحمد لله الاهلي افضل كتير، وان شاء الله ده هينعكس بقى بشكل ايجابي على النتائج خلال الفتره اللي جايه. طيب في اطار التحضير لمباراه الاهلي والهلال او الهلال والاهلي، لان الاهلي هو اللي رايح ضيف على الهلال السوداني النهارده، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب كلف العمري فاروق نائب رئيس النادي برئاسه بعثه فريق النادي الاهلي المتجهه الى السودان يوم الخميس استعدادا لمواجهه الهلال في اطار مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الفريق هيسافر الخميس ان شاء الله على متن طائره خاصه لمواجهه الهلال يوم السبت الساعه 3 العصر. الناس ممكن تقعد تقول ما ليه المباريات ما بتتلعبش بالليل؟ في شهر 7 اللي فات الاتحاد الافريقي لما ارسل رائحه التراخيص المتعلقه باعتماد الملاعب حدد نقاط ومعايير مهمه جدا، نقاط متعلقه بالحضور الجماهيري ونقاط متعلقه بالاضواء الكاشفه. يمكن ملعب الهلال من الملاعب اللي ممكن لسه معايير الاضاءه او الاضواء الكاشفه لسه ما وصلتش للدرجه اللي الاتحاد الافريقي عايزها، فبيسمح للهلال انه يلعب الساعه 3 العصر، ولكن الهلال السوداني حتى لو المعايير تم الاتفاق عليها وتم تركيب الاضواء الكاشفه بدقه معينه طبقا لمعايير الكاف اكيد الهلال هيلعب بالليل، وده لعب حتى بالليل في الادوار التمهيديه، لكن الادوار التمهيديه ليها معايير في الرخصه غير معايير دور المجموعات. حتى الملاعب انتوا في الفتره اللي جايه هتشوفوا ملاعب كان بيتلعب عليها مباريات دور التمهيدي او دور ال 32 مش هتلاقوها في دور المجموعات، وفي ملاعب كانت كامله العدد في الادوار الاولى هتلاقي العدد الحضور الجماهيري ممكن يقترب من نصف الساعه او اقل من نصف الساعه طبقا لشروط الكاف، لان كل ما بترتقي للادوار في دوري ابطال افريقيا كل ما المعايير بتبقى اكبر وكل ما اشتراطات الكاف بتبقى فيها نقاط اكتر، وبالتالي احنا رايحين لمرحله ان في ملاعب ممكن الساعه الجماهيريه ما تكونش كماله العدد، الساعه الجماهيريه ممكن تكون اقل من النصف، وممكن كمان ملاعب ما يقامش عليها مباريات سواء بسبب الاضاءه الكاشفه فتلعب بالنهار او ما تتلعبش عليها خالص مباريات فتنتقل الى ملاعب اخرى، ويمكن حاليا ملعب الكونغو الديمقراطيه من ضمن الملاعب اللي الاتحاد الافريقي لم يعتمدها، وبالتالي بنسبه كبيره جدا فيتا كلوب هيلعب في برازافيل مش هيلعب في الكونغو الديمقراطيه. فده كان شرح مهم جدا اشرح للناس موضوع الملعب ماتش الهلال والاهلي، وان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه كبيره، وهذه المباريات تحديدا بتبقى المباريات الممتعه والمثيره لان فيها يعني حضور اعلامي، وبعض الماتشات كان فيها حضور جماهيري، وعلى المستوى الفني كمان بنستمتع بالهلال والاهلي في مباريات الافريقيه على مدار السنوات اللي فاتت، واحنا كده كده موجودين كمان وسط اشقائنا واخواتنا في السودان، فان شاء الله باذن الله نستمتع بمباراه كبيره ما بين الفريقين يوم السبت اللي جاي في الجوله الثانيه. طيب الحاجه الثانيه وهتكلم فيها بس مش بتفاصيل، لأن المعلومة كانت معايا بالظبط من حوالي 48 ساعة وعلى هامش نهائي كأس العالم للأندية. كنت بالصدفة كده بتصل بأحد المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية وعايز أعرف يعني إمكانية انعقاد المكتب التنفيذي للكاف عشان تحديد الدولة المرشحة لاستضافة كأس الأمم 2025. طبعًا قال لي الموضوع ده اتأجل لأجل غير مسمى، فما فيش اجتماعات للجنة التنفيذية في الكاف خلال هذه الفترة عشان تحديد الدولة المنظمة، ولكن فاجئني بخبر أنا بعتبره على المستوى الشخصي أو المهني أو القروي خبر سعيد، لأن نسخة كأس العالم للأندية في المغرب كانت من النسخ الناجحة على المستوى الجماهيري وشهدت حضور جماهيري، والنادي الأهلي حتى في بياناته الرسمية وفي كل أخباره على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على السوشيال ميديا أشاد بالاستقبال والتنظيم الرائع جدا للأشقاء في المملكة المغربية. كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية متبقي نسختين بالنظام القديم قبل ما نروح للنظام الجديد 24 نادي في نسخة عام 2025. فأنا بتكلم معاه بخصوص الدولة المنظمة قال لي في اتجاه وفي اتفاق تم
على هامش هذه النسخة اللي أقيمت في المغرب في الفترة من 1 ل 11 فبراير إن إحدى النسختين، يعني نسخة 2023 أو نسخة 2024، يعني لسه ما تمش الاستقرار بشكل رسمي، أحدهما المغرب هتنظم فيهم نسخة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي. طب فهل ممكن تبقى النسخة اللي جاية ولا اللي بعدها؟ قال لي ده لسه هيتم في اجتماعات خلال الفترة الجاية، ولكن في رغبة من المغرب إن هي تستضيف نسخة لكأس العالم للأندية، وهيكون الأمر ده مرتبط أكتر لو تم إسناد تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 للمملكة المغربية، وبالتالي تبقى نسخة كأس العالم للأندية تجربة لبعض الملاعب اللي ممكن تستضيف كأس أمم إفريقيا خلال الفترة اللي جاية، ويبقى نسخة استثنائية قبل استضافة المغرب إذا تم إسناد ليها تنظيم 2025. إذن في الكواليس قد يتم إسناد تنظيم كأس العالم للأندية للمرة الثانية إلى الأشقاء في المغرب كإحدى النسخات القادمة، سواء نسخة 2023 أو نسخة 2024. 2025 بنظام جديد كانت اللجنة التنفيذية في الفيفا اعتمدته في قطر على هامش كأس العالم، وهيبقى 24 نادي، ولكن لم يتحدد أين ومتى ستقام هذه النسخة في الفترة اللي جاية، في انتظار طبعا اجتماعات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي. دي كانت أبرز الأخبار اللي معايا والحديث بخصوص مرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف باقي فقرات برنامج الترند. طيب، من الأمور المهمة جدا اللي بنشتغل عليها في برنامج الترند ومن خلال متابعتنا للسوشيال ميديا التواصل مع المسؤولين أو الإعلاميين في كل أرجاء القارة الإفريقية أو في جميع أنحاء العالم. بعد العودة من المغرب أكيد خلال الفترة اللي جاية تركيزنا كله على دوري أبطال إفريقيا، وفي الفترة الأخيرة كان في حدث مهم جدا، انضمام اللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري ولاعب منتخب الجزائر للمحليين، واللي شارك في كأس الأمم الإفريقية اللي نظمتها الجزائر في الفترة الأخيرة بطولة الشان، وظهر فيها القندوسي والمنتخب الجزائري بشكل رائع جدا، ولكن ضربات الترجيح يعني ما كانتش صعيدة الحظ مع الجزائر، وكالعادة كانت صعيدة الحظ مع المنتخب السنغالي اللي فاز بركلات الترجيح. لذلك في هذه الفقرة معانا في ترند أونلاين عبر السكايب الإعلامي الجزائري والصحفي الجزائري في الوطن القطرية الزميل الأستاذ وحيد بوسيوف، عشان نتكلم معاه على صفقة أحمد القندوسي، نتكلم معاه عن العلاقات الطيبة ما بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري، وكمان نتكلم على دوري أبطال إفريقيا ودور السوبر وجميع الملفات اللي بالتأكيد مفتوحة في جميع الاتجاهات مع الإعلام في تحديدا في دول الشمال الأفريقي. أستاذ وحيد، مساء الخير على حضرتك. أستاذ محمد مرحبا بك، مرحبا بمتابعي قناة الأهلي وجمهور الأهلي. حبيت أنا مش أشكرهم لكن أحييهم على وقوفهم الكبير مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. الله يخليك. أولا احنا سعداء بوجودك معنا لأنك من الإعلاميين الجزائريين اللي ليهم آراء إيجابية ومتابعينك بشكل دائم من خلال السوشيال ميديا، لكن عايز أعرف في البداية كيف يترقب الإعلام الجزائري انطلاقة أحمد القندوسي مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية في ظل قيد اللاعب في القائمة الإفريقية، وبالتأكيد هيكون فيه اهتمام ومتابعة مع استئناف الأهلي لمباريات دوري أبطال إفريقيا؟ صراحة بالنسبة لنا نرى قندوسي مشروع كبير للكرة الجزائرية، ليس فقط بالنسبة للفريق المحليين لكن حتى للمنتخب الأول. كما شاهدنا قندوسي في الموسم الماضي مع وفاق سطيف قدم مباريات رائعة جدا وكان من بين أفضل اللاعبين في الدوري الجزائري. قندوسي يمتلك إمكانيات كبيرة، حتى خروجه كنا ننتظر أنه يخرج الموسم الماضي من الدوري الجزائري بسبب بعض المشاكل التي تحدث في فريق وفاق سطيف، الأزمة المالية يعاني منها، حتى رئيس النادي تكلم عن تلك الأزمة. قندوسي صراحة موهبة كبيرة، أعتقد لما يكون في نادي كبير مثل الأهلي بإمكان الأهلي أن يطور من مستويات هذا اللاعب، يكون جاهزا حتى للانضمام إلى المنتخب الأول. كما نعلم أن المنتخب الجزائري خلال الفترة الأخيرة يمر بفترة فراغ، خاصة بعد الإقصاء المبكر في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، وبعدها فشل في الوصول إلى كأس العالم قطر 2022. هناك حديث عن وجود أزمة على مستوى الخط الوسط الميدان، خاصة على مستوى الارتكاز. لهذا أنا أعتقد أنه انطلاقة قوية لهذا اللاعب مع فريق الأهلي، أعتقد أنه بالماضي سيفرض عليه المستوى الذي يقدمه القندوسي للانضمام إلى الفريق الأول.
احمد القندوسي من اللعيبه اللي اتقال عليها لعيب جوكر، بيلعب في مراكز مختلفه، وانا كنت شفت ليك تويته من خلال متابعتك لانتقال اللاعب، ومن خلال كمان متابعتك وشغلك في صحيفه الوطن القطريه، مراكز اللاعب ولعيب جوكر بيلعب في اكتر من مركز وتالق في كل المراكز اللي لعب فيها كمان يا استاذ وحيد. بالفعل هذه ميزه غير متوفره كثيرا في كثير من اللاعبين، كما انا شاهدت الاهلي خلال هذا الموسم والى الموسم الماضي يعاني كثيرا من ازمه عدم وجود لاعب يلعب مثل هذه الادوار. اظن ان الاهلي يعني حتى المدرب يعني كما نرى صفقه الانتقال الى الاهلي لم تكن يعني عن طريق الجهاز الاداري طريق رئيس النادي او من محبي الفريق، لكن المدرب أصر عليه بعد أن شاهد المستويات التي قدمها مع الفريق مع فريق وفاق سطيف أمام الأهلي. المدرب أعاد مشاهدة مباراتي الأهلي مع وفاق سطيف ليتأكد أن هذا اللاعب لديه ميزة غير متوفرة لحد الآن في نادي الأهلي. أظن أنه سوف يحل كثيرا من الأزمات في نادي الأهلي على مستوى وسط الميدان، يجب فقط أن يمتلك الثقة. هذا اللاعب شاب صغير من العمر، ممكن هذا الموسم افتقد لبعض الثقة بسبب كما قلت الأزمة المالية التي يمر بها فريق وفاق سطيف، مشاكل كثيرة على مستوى الفريق، وهذا ما جعله يمر بفترة فراغ بشكل كبير. وحتى على مستوى المنتخب المحليين بدايته لم تكن جيدة للعلم فقط، لكن في مباراة النهائي أمام السنغال صدقني أستاذ محمد قندوسي كان من بين أفضل اللاعبين في المنتخب الجزائري أمام السنغال، لعب مباراة كبيرة جدا، كان أفضل لاعب بالنسبة لي في مباراة السنغال التي كان المنتخب الجزائري خارج يعني لم يقدم المستوى الذي كان يقدمه في الدور نصف النهائي أو في الدور الأول، العكس في النهائي كان خارج الإطار، لكن قندوسي العكس وكان أفضل لاعب في المباراة، لاعب صراحة كما قلت يلعب ثلاث أدوار، ممكن يلعب ثلاث أدوار في مركز خط الوسط، وهذا سوف يساعد أي فريق ليس فقط الأهلي، أي فريق يلعب في صفوفه سوف ينجح في تقديم الإضافة له. لكن أنا أؤكد أنه في البداية كنت الكثير يتحدث عن قدرته للعب في أحد الدوريات الأوروبية سواء الفرنسي أو البلجيكي، لكن أنا دائما كنت أقول اللاعب المحلي إذا خرج مباشرة للدوري الفرنسي أو الدوري البلجيكي سوف يجد صعوبات كبيرة، العكس أنا بالنسبة لي أراه في نادي الأهلي أفضل. أكيد. طيب انتقال القندوسي أكيد يمكن عمل ردود فعل إيجابية في العلاقات ما بين الأندية سواء نادي الأهلي أو نادي وفاق سطيف، ويمكن ده كان ليه ردود فعل إيجابية منكم حتى كإعلام بعد هذا الانتقال وحديث الطيب ما بين الكابتن محمود الخطيب وتقديره كمان، والعلاقة اللي فيها يعني توأمة وعلاقات حب وود بشكل كبير جدا مع السيد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري وأحد أبرز العلامات المضيئة في الكرة الجزائرية وصاحب الفوز مع المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا عام 90. بالضبط. أولا الصفقة هي نتاج توأمة بين الفريقين التي أمضاها حكيم سرار مع محمود الخطيب خلال السنة الماضية عندما زار سرار قلعة النادي الحمراء، حينها أمضى على اتفاق توأمة أو بين الفريقين، وهذا النتاج ظهر من خلال صفقة القندوسي. أظن أن القندوسي وبعيدا عن أن رئيس النادي كان يريد أن يلعب في الأهلي، القندوسي نفسه كان يريد أن يلعب في الأهلي، أعتقد كان مبسوط جدا، أعتقد الجميع شاهد حتى الصور التي كانت موجودة خلال مونديال الأندية حينما نزل أرضية الملعب وهو يرتدي قميص أو شعار نادي الأهلي. صراحة أنا كنت سعيد جدا لانه لاعب جزائري يرتدي شعار لاكبر نادي في افريقيا، وهذا اضافه كبيره ليس فقط للاهلي بل اضافه للكره الجزائريه. الاهلي علاقته بالانديه الجزائريه طيبه جدا، منذ سنوات انا اتابع هذا الفريق سواء لما يلعب في دوري الابطال مع الفرق الجزائريه او لما اللاعبي الاهلي لما يلتحق بالمنتخب مصر عندما يزورون الجزائر علاقتهم جيده. لا ننسى انه اكثر لاعب يحبه الشعب الجزائري هو في مصر هو محمد ابو تريكه احد اساطير نادي الاهلي، لهذا انا نظن انه العلاقه الجيده التي ظهرت من خلال اتفاق توأمة بين نادي وفاق سطيف ونادي الاهلي، وكذلك سماح إدارة النادي الأهلي بإبقاء منتخب الجزائر على القندوسي خلال كأس أمم أفريقيا المحليين، أنا لا أستغرب منها لأن العلاقة جيدة جدا بين لاعبي الأهلي وإدارة نادي الأهلي مع الفرق الجزائرية والكرة الجزائرية عامة. طيب
اخر سؤالين معاك وهنتكلم فيهم بسرعه عشان وقتنا. ملف دوري السوبر الافريقي، هل عدم وجود فريق جزائري بيسبب بعض الحرج او الزعل للاعلام الجزائري ان عدم وجود فريق جزائري في دوري السوبر، ولا في امل في المرحله الاخيره ممكن يكون في فريق جزائري ضمن الثمانيه الكبار في النسخه الاولى؟ والله للأسف أنا عندما أشاهد خاصة تغريداتك أخي محمد بخصوص عدم وجود أي فريق جزائري خلال النسخة الأولى من البطولة، غريبة جدا. الجزائر غير موجودة وتنزانيا موجودة بفريق حورية كوناكري، يعني صراحة أنا أستغرب جدا. حتى الإعلام الجزائري لحد الآن لم يتحدث عن هذا الموضوع ولم يطرح السؤال حتى على إنفانتينو أو متسبي حينما كان موجودا في الجزائر، لأن الموضوع صراحة غريب جدا. عدم وجود فريق شبيبة القبائل أو وفاق سطيف أو حتى شباب الوزداد في النسخة الأولى، كنت انتظر انه يكون عندنا فريق واحد على الاقل خلال النسخه الاولى. كيف يتم تهميش الفرق الجزائريه خلال النسخه الاولى من هذه البطوله؟ ممكن البعض يتحدث انه الانديه الجزائريه لم تصل الى الاحترافيه التي تتواجد في الفرق شمال، بعض فرق شمال افريقيا مثل الاهلي، لكن الجزائر في فرق بامكانها ان تلعب في البطولة وأن تكون موجودة عكس الفرق الموجودة حاليا التي تم الإعلان لم يعلن عليها أو تلك المتداولة حد الآن في كواليس إقامة النسخة الأولى من السوبر الإفريقي. لهذا غريب جدا أن يتم استبعاد الفرق الجزائرية، ولو أنه ليس مش خبر رسميا، لكن دائرة الأندية التي سوف تشارك حد الآن هي معروفة، ثمانية فرق غالبا لن تكون الجزائر حاضرا خلال اي فريق في هذه النسخه. لهذا انا اتمنى ان يكون الاتحاد الجزائري او يتحرك الاتحاد الجزائري بخصوص هذا الموضوع، ان يدافع عن حقوق الانديه وحق النادي الذي المفروض انه يشارك في هذه النسخه. اكيد. الاعلامي الجزائري وحيد بوسيوف والصحفي والناقد الرياضي في جريده الوطن القطريه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، مداخله قيمه، اتكلمنا في ملفات كثيره جدا، واكيد الفتره القادمه مع فتح ملف ترشيح الدول المستضيفه لكاس امم افريقيا 2025 كمان هنتكلم معاه ومع كل الاشقاء في الوطن العربي عن الحظوظ في الفتره اللي جايه. نخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع، لسه عندنا المزيد في فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. الحساب الرسمي للنادي الاهلي بالامس نشر صوره للاعبين عقب العوده من مونديال الانديه وكتبوا عليها نثق بكم، ان شاء الله الفريق يكون موفق في المرحله اللي جايه مع استحقاقاته والمباريات الافريقيه والبدايه مع لقاء الهلال السوداني. كوره بلس يمكن نقلوا فكره التفاصيل الكامله لاصلاحات ملعب التتش وموعد عوده الاهلي للتدريب عليه. امبارح كنت بتكلم على هذه الجزئيه، ويمكن النادي الاهلي اعلن امبارح ان الفريق لما يستأنف تدريباته هيستأنف على ملعب التتش، ولكن المصدر اللي النهارده قال لكوره بلس ان ارضيه التتش لن تتغير بالكامل وان هذا الامر يحتاج لعده اشهر. انا امبارح شرحت الجزئيه دي وقلت ان الشركه الايطاليه لما جت زارت ملعب التتش وزاره استاد القاهره اتكلمت ان ملعب التتش مش محتاج الست شهور والثمان شهور اللي كل وسائل الاعلام بيتكلموا عليها، الموضوع لا يتخطى اكتر من حوالي 21 يوم على مرحلتين، المرحله الاولى حاليا وعقب العوده من السودان واسوان هيكون في تدريبات للفريق، ثم مرحله ثانيه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. لكن الامر للاسف بيتصور الناس على السوشيال ميديا ان الموضوع فيه ازمه، ولكن هو اصلا ما فيهوش اي ازمه. كوره 11 وبيتكلموا على ان كولر يستهل دور المجموعات بالاستعانه بصفقاته الناريه القندوسي والموهبة الصاعدة، مدرب الأهلي يجهز ثنائية مدوية لهزيمة الهلال في مشوار إعادة الأميرة السمراء إلى الجزيرة. وهنا الكلام على القندوسي وكمان محمد كريستو اللاعب التونسي، صفقتين بنسبة كبيرة كولر هيعتمد عليهم مع استئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي والوطن سبورت، بيتكلموا على قرار عاجل من الهلال بشأن ملعب أم درمان قبل مواجهة الاهلي. يمكن انا قريت الخبر وبصيت في تفاصيله، يعني نقرا بالظبط التفاصيل. الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشره بحسب صحيفه اخبار السودان، الهلال اتخذ قرار عاجل بشان ملعب ام درمان الذي سيخوض عليه مباراته امام الاهلي، وذلك بعدما بدا عمليات التاهيل والصيانه داخل الملعب من اجل تاهيله لاستقبال المباراه.
الصحيفة السودانية قالت أو نقلت تصريحات للفاضل التوم نائب رئيس الهلال، واللي أكد خلال هذه التصريحات الجهود المبذولة من اللجان الخاصة المكلفة بتطوير الملعب من أجل استقبال مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ضمن خطة تنفيذ مطالب الكاف لجعل النادي قادرا على استضافة مبارياته في دور المجموعات. الخبر لم يضيف أي جديد، مع كامل الاحترام للزملاء في الوطن سبورت، ومعروف المباراة هتتلعب السبت في أم درمان على ملعب الهلال. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند، ونروح للترند العالمي. عندنا فيه كلام مهم جدا، البداية من الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي البريمير ليج، وبيقولوا أن محمد صلاح شارك في 99 هدف في الأنفيلد من 103 مباراة، 70 هدف و29 اسيست. دي المباريات او الاهداف اللي احرزها واللي ساعد في احرازها على ملعب الانفيلد من خلال مشاركته في 103 مباراه. صلاح يعتبر اللاعب ال13 اللي ممكن يصل الى 100 هدف من ضمن اهدافه اللي في مشاركته على ملعب الانفيلد في مسابقات او جميع مباريات ليفربول في المسابقات المختلفه منذ ان انتقل الى ليفربول قبل حوالي 4 أو 5 سنوات. طيب نروح لحساب انفيلد ووتش، وفي تصريح لجاري نيفل. جاري نيفل النهارده قال تصريح مهم جدا وخطير في نفس الوقت. قال سيباع اكبر ناديين في انجلترا خلال الشهور المقبله، ويمكن جاري نيفل اكد وقال الكلام بخصوص المان يونايتد وارسنال. ده المتاكد منه جاري نيفل خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح بقى للمشاركات، والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، الرساله اللي توجهها للعيبه قبل استئناف مباريات دوري ابطال افريقيا. أستاذ سليمان بيقول كنتم أبطال وأديتم أفضل أداء في كأس العالم، النتائج لا تعبر عن الأداء، يجب العمل على تلافي الأخطاء من الجهاز الفني واللاعبين في الفترة القادمة والبناء على المستوى في فترة كأس العالم. نروح لرأي حسن، رسالتي للجماهير اتعلمنا زمان أن قوتنا في ثقتنا في إدارتنا وفريقنا، اتعلمنا أنه طول ما اللاعب لابس تيشيرت الأهلي له علينا المساندة فقط، وأن الانتقاد يكون في الغرف المغلقة. إحنا بنكسب بالسيستم والمبادئ، ومن مبادئنا أن الجمهور جمهور يساند ويشجع ويقوي فقط. رسالة ممتازة من الأستاذ حسن. أستاذ حربي، كل الدعم للاعبين والجهاز الفني، وبشكرهم على أداء الرائع، وننتظر المزيد في جميع البطولات المحلية والعالمية. دي كانت أبرز الرسائل اللي توجهت من الجماهير في السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة على المساندة والدعم قبل استئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا بإذن الله حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.